السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمكن مساء الجمعة ناصر من الحماية المدنية بولاية تبسة من العثور على شخص بعاد مدينة تبسة قرب غابة الميزاب، وقد تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة شخص عثر عليه جثة هامدة بعد يومين من غيابه عن منزله العائلي في ولاية تبسة. وحسب مصدر مقرب من العائلة، فإن الضحية خرج من المنزل على غرار باقي أيام الأسبوع، إلى أنه لم يعد إلى المنزل في الوقت المتعارف عليه ليتم البحث في عدة أماكن ولكن بدون جدوى، مما دفع بأهله إلى تقديم بلاغ لدى المصالح الأمنية الفقيدة. عثر عليه متوفي من طرف الحماية المدنية في أحد المسالك الجبلية المؤدية إلى الغابة، كما تبقى فرضية الوفاة بسبب البرد القارس قائمة إلى غاية الفصل الشرعي في الحادثة. ويذكر بأن درجة الحرارة نزلت دون الصفر في ولاية تبسة في اليومين السابقين، خاصة في فترة الليل والفجر.